السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان وأخواتي، أتمنى إن شاء الله أن تكونوا بألف خير. معكم مركز عدنان المغربي لتقويم المقالة ديال العمود الفقري. حنا في واحد الشهادة ديال واحد الحالة اللي كان عنده واحد لاسكوليوز بحال هكا، قربي شوية، واحد لاسكوليوز بحال هكا. شوفوا الصورة ديالو في المقدمة ديال الفيديو. هذا السيد عاموس هو كيعاني من داك المشكل ديال عوجاج ديال الظهر، وجرب بعض العلاجات، ومهم انسان جرى على راسه كما تنقولوا في الدرجه المغربيه. فضل الله سبحانه وتعالى وجهه جينات عندنا المركز ديالنا اللي كاين في مدينه سلا، وراه عندنا مركز في مدينه طنجه ومركز في مدينه الدار البيضاء. هذا السيد نخليه كلمه وغادي يقول لكم كي كان والحاله ديالو، الالم اللي كان كيعيش معاه، ودابا بعد ما كملنا معاه لي سيونس ديالو العلاجات ديالو الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى كيولى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلوا قول للناس اخويا كي كنتي وكي وليتي والحاله ديالك، وقف ديك الساعه ودير الحركات اللي بغيتي. السلام عليكم. انا كنت مريض الصراحه عام ونص ديال الالام، وكنت شويه محني، ما كنتش كنعس لا ليل لا نهار، وكنت مشيت كاع عرفت لي هذاك الشيء ديال ضرب العرق وهذاك الشيء تاع ما قضى والو. الحمد لله دابا ملي جينا عند السي عدنان بفضل ديال الله سبحانه وتعالى وفضل ديالو، ولينا الحمد لله بخير وعلى خير. وحنا دابا الحمد لله كان قال لي تبع معنا وتبعنا معهم الحمد لله، وكلشي بخير وعلى خير. صبرتي شويه الحمد لله العلاج. لا الحمد لله العلاج كيبغي حصات. كاين حصات والحمد لله. قال لي في الاول قال لي صبر معنا وغادي يجيب الله الشفاء، والحمد لله احنا الحمد لله بخير، وليت كنعس وليت كنصلي على راحتي وكلشي الحمد لله. والعوجيه؟ العوجيه الحمد لله مقاد وما بقيتش محني على الجنب ديالي، والحمد لله بخير وعلى خير. هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. كما كتشوفوا يا اخواني اخواتي، السيد راه عام ونص. يمكن توقف يعطيك جزاك بخير. وقف حني. راه كنت في الاول كنت داير بحال هكا، الحمد لله دابا راه حني. شوف حني يعني دور عادي مزيان، كدور ما كاين حتى شي حاجه. الحمد لله ما كنتش كندور بحال هكا، وما كنتش كنقدر نهز رجلي بحال هكا. كنت عوج عرفتي. تفضل. هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الشهاده كنعتزوا بها، ان حنا لاحظنا في الاونه الاخيره الناس يقول لك واحد حصه وحده كيتعالج الانسان. هادشي كيبغي حصه وحده؟ لا الصراحه ما كيبغيش حصه وحده، كيخصك تبقى. كيفاش انسان عنده لا سيفون سكولوز، عنده لا سكولوز، عنده واحد العوج في الفقرات ديال العمود الفقري، ولا عنده واحد الانزلاق غضروفي خارج بواحد 10 ولا 12 مليم، غادي يبرك في حصه وحده؟ كيدير لها هذه؟ ما يمكنش. صح. كاين تما كاين مفاصل جانبيه، كاين عروق، كاين عصبات، كاين نخاع، كاين حوايج كاع اللي ما يعرفهمش الانسان، كاع صعاب على الانسان يدخل الدماغ، كاين دوك الفقرات ديال الفيرتيبر ديال الظهر، لان راه هو الكور ديال الانسان، راه هو العمود ديال الانسان. يعني الانسان خصو حصاص، خصو يصبر، خصو بالنسبه للعصب، العصب كيعذبنا. شوف خصو عند نوع المساج ديالو، المريض يرتاح، خصو ينعس شي حاجه قاصحه، خصو يحيد عليه السخون، يعني حوايج بزاف. حنا بفضل الله سبحانه وتعالى كيجي عندنا المريض كندير له واحد التشخيص. بالنسبه للتشخيص ديالنا كيبان لك التشخيص الحاله ديالنا؟ الحمد لله التشخيص على محله. يعني بالموت حنا كنشخصوا الانسان، يعني التشخيص هو النص ديال العلاج. الا ما كانش التشخيص ديال الحاله، باش الانسان تجيبوه تدخلوه يدير الحصص ديالو، تشخص له وتشخص له بتقارير طبيه. يعني خصك تركز على الطبيب، الطبيب هو كل شيء. يعني الطبيب كيعطيك واحد الريم وواحد السكانير، التقارير الطبيه راه هي كل شيء، يعني كتساعدك في التشخيص. ومنها ملي كيجي الانسان عندك انت كتسهل تعرف الاصل ديال المشكل، وكتبشر مع العلاج. كاين حالات اللي كيبراو، وكاين حالات اللي كيخصهم تدخل جراحي. يعني كاين شي بحال مثلا اللي عنده لاختوز الركابي، يعني كيخصو لاختوز ديال الورك، عنده شي مشكل مثلا، كاين شي مشاكل اللي خصهم ضروري خصهم جراحه، وكاين شي مشاكل اللي كيتعالجوا بالتقويم ديال الفقر ديال العمود الفقري. المهم مرحبا بكم، وشرف لينا هذا. انا الحمد لله بخير بارك الله فيك. هذه دعوه الحمد لله كنفتحوا بالدعوه ديال الخير، الدعوه ديال الخير كنشدوا من عندكم. ومرحبا بكم، اي مشوره اي استفسار توصلوا معنا على القناه ديالنا في اليوتيوب، القناه الرسميه لمواجهة المغربي، ولا موقع ديالنا في فيسبوك ولا انستغرام. ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.